نفتح الاستوديو بتاعتنا خلاص ونختار الفيديو اللي في الاس جي. تمام. ونعمل سيت مرتين. تمام. هنلاقي كده على الشاشه التيت تراكنج نضغط عليه. تمام. خلاص يقطع كفايه. حركي بس البكره كده تختار ال اللوب اللي انت عايزاه. تمام. الاس جي مثلا يعني. تمام. هو من اول هنا اللي هيكون شويه تمام كده. هو بقى كده خلاص عند المترو. تمام. وهتضغطي بقى بس طالع على وطالع الاس يعني سوري كيو هو طالع كيو هو يعني دي بتختار يعني السايكل اللي واضحه قدامك حاجه اصل ممكن تكوني مسيفه اولها ولا عليها نفسها ولا لوحدها هو كده كده هيقيسها من اول لاخر هيقيس السايكل كلها هيقيسها كلها بس بتكلم ان انت ممكن تكوني واخده لوب والصوره هنا وحشه وصوره حلوه فانت بتحركي لحد ما تجيبي الصوره اللي انت مظبوط الاي اكس ده اللي هو لونج اكسس تمام بارسنال لونج اكسس وبعد كده ايبيكال 4 وايبيكال 2 هنختار الفيو اللي احنا عليه اللي انا عليه اللي انا عليه ايبيكال 4 هختار ايبيكال 4 ايبيكال 2 ايبيكال 2 اللونج اكسس هختار ايبيكال 4 ايبيكال 4 تمام تمام هو بيغير فين بيغير فين الفيو بالظبط كده اللي هو الفيو اللي انت يعني بعد كده بريس كيرسر كي تو بوت تريس دوت يعني اختار الكيرسر تاني ونختار هو هنا عامل على الشاشه 3 بوينت عشان ابتدي اختار اختار هنا عند البيز انا بقى براحتي هنا ده عند البيز بقى بست ولا بايه بست بست يعني اي ست فيهم اي ست فيهم شغالين مثلا ست تمام عايزه بقى تعدلي كده لازم لازم تكوني الضغط بتاعت الجون اللي جوه جون مربع لو ضغط ست تاني الخط الست اللي جوه اللي على الخط اللي جوه الخط اللي جوه اللي يظبط مش اللي بره الخط اللي جوه مش اللي بره الخط يعني اللي جوه اعملي بقى يعني انا لو عايز اجيب اللي بره على الخط اللي جوه ست وبراحتك بقى يمين شمال ست تاني يعني. باظت قوي مش مشكله يعني تمام خش على الخط اللي جوه انا عايز اعمل ايديت لما اعمل ستارت تريسنج انا عايز اعمل ايديت صح ما انت انت كده لسه ماشي مفيش مشكله تمام دي عشان دي كانت اساسيه كده لا تخيل مثلا ان انا عندي في فينتر كالمرسي تمام مظبوط 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 على نفس الرسمه دي انا عايز البيز واحده عند الايبكس تمام بعد كده اعمل بقى لو لو الدنيا تمام هتعملي ستارت تراكنج خلاص كده بدا يعمل ستارت كده خلاص طلع معاك هو كده بيشغل الفيديو وعمال يعمل قياسات عمال يقيس على اللي هو بقى الستريت ريت وقف لوحده ولا بتاكل حاجه انت خلاص انت تمام كده بالنسبه لك اوكي اكسبت وكومبيت تمام وبعد كده هنعمل سيف بعد كده هاتي لو انت عايز البولز اي بقى سلمي. طيب انا دي انا اللي كنت شغال هو كده جايب لي كل الشغل اللي انا عملته احنا شغلنا كله جاي هاتي بقى كده انت عاوز البولز اي هاتي البولز اي الناحيه دي دي اللي هي تمام عايز تغيري البارامترز هرجع تاني البولز اي لو انت عايزه هنا هنا جايب لك السبيد هنا جايب السبيد بس عايز تغيري غيري هو كده جايب الديسبليس بتلف البكره وهنا هنا ديسبليس ده الديسبليس وده السترين ده السترين تمام وده ده السين ريت ريت سين ريت وبعد كده ترانسفيرس سترين وبعد كده تمام ده كده هو بيقيس لي في كل البورتس جاي السؤال اللي انا سالته مسجل عندك شويه لا انا ما سجلش الفيديو كان واقف الديسبليسمنت والريت حضرتك يعني ممكن تحس بيهم بس يعني نكتبها عشان هو الضوء اللي يبقى عارف جاي بيعمل ايه يعني لو انت عايز تبص على سيجمنت معينه هنا تبص يا ترى حديد لو عايز تبص على سيجمنت معينه فممكن تخليها هي بس ظهر معاك هو بجيب الاثنين دول هو كده كله يعني كده كل يعني دول بالنسبه لنا 1 2 3 4 5 6 7 في يعني فوق قدامك سبع خطوط فوق بعض انا عايز واحد بس عايز واحد كده بقى دي اكتيفيت ده بيبقى جراي انت بتطفي انا بطفي كله وهسيب الايركس وتسيب الايركس بس تمام كده وكده جايب لك السين ريت بتاع الايركس تمام كده طب انا عايز البول اي هجيب لي بتاع ده بس هو البول اي المفروض يجيب كله هجيب كله متاكد هي بس هو قدامك كل واحد شغال ايه شغال ايبكس لو انت ما... لا هو انت ممكن نجرب كده ممكن نجرب كده جربي هنا كده جربي ده معلقه ما زودش حاجه ما زودش حاجه هو جاب كله هو عشان هو اساسا مش قايس عشان ما فيش حاجه اساسا ممكن ايهاب بس انا هو انا عاجبني مهاب اصلا هنا بيغير هنا بيغير اساسا هو تمام عشان انا بغير بالظبط كده يعني هنا بيغير هنا وبيغير هنا
هو ده انا اللي هذاكر مش قلبي بقى انا خلاص انت تذاكر تمام هنعمل بس كده نختار بقى كده تمام اوكي بالنسبه لنا هنعمل نختار بقى فيو تاني معلش فلاي هنا كده تاني بالكرسر بالكرسر بس كده بالكرسر فلاي هنا تاني لا هو كان الكرسر موجود كرسر تاني تمام تمام بس هي فوق اضغط سنتر اه هيجيلك اللي جيت من اول تاني اهو احنا عملنا اصلا يعني انا بدات بهنا اه جيت باللي بعده اصلا ده اللي انا طلبته لا لا ده هيطلع معايا ده طبعا عندي سؤال بس هو الحاجات اللي بتظهر دي في البيج اللي هي دي اه دي احنا ده اللي انا قستهم بيجيبهم لي في البيج مظبوط طب انا عايز ارجع اخد فيديو تاني ما هو يبقى من هنا بعمل الفيديو بتاعتي ده انت ده اخر واحد انا قسته لا يعني انت كنا جايين من الاول فانت ممكن يعني انت تبقى عارفه انت خدت على حسب بقى الفيو اللي قدامك لو لو فتحت فيو مش هو فانت فتح فيو تاني على حسب الفيو اللي معاك تمام واضغطي برده ضغطتين ست خليك ست اليمين احسن يعني يفضل يعني هو طبعا مفيش فرق بس يعني طيب حركي بقى واختاري اختاري اللي هي اللوب اللي انت عايزاها هنا هنا مظبوط اهو اه كده هو جاي عنده اس جي حلو طب نجيب الاس جي الحلو ده تمام تمام استنى افتكر ايه تكه واحده دكتور ما تقلقيش تكه واحده حركي بقى البكره تاني براحه خلينا كده انا عامله بحساسيه في الاول طيب هو الفيو احنا كنا واخدين ايبيكال 4 هتكمل لنا اكس او لا نجرب ايبيكال 2 مثلا يعني ماشي ايبيكال 2 باخد كذا سيري يعني كام فيو هو عايز ثلاثه بس اللونج اكسس والايبيكال 4 والايبيكال 2 عايز لازم اعمل الثلاثه ولازم اعمل متريسنج في الثلاثه عشان دي بقى عشان عشان اشتغل عليهم انت اه عشان عليهم اوكي عشان يكمل الوضع معاك انا مش عشان نفس الحاجات دي السيجنال دي شايفها بال 2 دي مظبوط بال 2 فنتجرافي وشايفينها بالفور شايف بالفيو وشايفين نفس السيجمنت باللونج اكسس مظبوط هو بقى في هنا في حاجه بتدخل الكلام ده في بعضه والله رقم واحد اللي هي البولز اي بولز اي بقى هيكمل لك البولز اي على بعضها اللي هي هيكملها لك كلها دي البولز اي اللي اللي فيه كله 17 سيجمنت كلهم لا فاهمني هو مثلا سيجمنت اللي هي انت عايز اقراها لوحدهم اللي هي اوفر اول الايبيكال دي عشان انا راسم كده انا شفت الحته دي الايبيكال في فيو وشفتها فيو تاني هو بيدخلوا مع بعض بس البوستيريور وول انا ممكن اشوفها بطريقتين انا شايفها انا شايفها في الفور شايف الفيو مش هيبقى في اللونج اكسس جيو طيب. نفس السيجمنت هنا ونفس السيجمنت هنا هو في هنا حاجه بتدمج الاثنين مع بعض ايوه هو هو هنا الايبكس رقم 17 طيب. سيجمنت 17 فالمفروض انه يظهر لك يعني هيظهر لك في كل يعني هي ظاهره معاكي هنا مثلا اللي هنا اللي هي الحمراء دي لو احنا اخترنا فيو تاني مثلا هغير بس كده نروح الناحيه الثانيه الايبيكال 4 هي الايبيكال 4 لسه برضه هي موجوده يعني الدكتور هدير قصدها هو نفسه هو بيبقى فاهم ان هي الحته دي في الفيو ده هي في الفيو ده هو فاهم طبعا هو فاهم عشان كده هعمل ثلاثة فيو بعد لو تيشرت تراكنج وخلاص التيشرت لما بعمل الفول اي في الاخر خالص هيطلع لي الثلاثه المدموجين في بعض رقم واحد مظبوط تمام كده مظبوط يعني لو عملت واحده هيطلع لي الرقم هو واحد مظبوط 17 عملته ثاني فطلع 17 ونص فهو هيدمجهم يطلع لي 17 3 من 10 لو عندي الثلاثة طلعتي 18 هياخد الافرج بتاعه يعني هو هو بالمنطق يعني انا يعني المعلومه ممكن ارجعها بس بالمنطق هو مفيش اصل ده ايبيكال 2 هنا الايبكس موجوده وهنا ايبيكال 4 الايبكس موجوده فهو لازم يديها يس في كل انا بقى يعني البول اي دي انا بجيبها الاوفر اول كل سيجمنت ولا البول اي دي بتاعت الاوفر اول الاوفر الاوفر اول لو احنا مثلا لو احنا لو انت خدت بالك لو عملنا بولز اي لحظه يا دكتور معلش بولز اي هنا هو هنا مدينا اصلا كمان مش مكمل الدايره فانت مكمل يعني انت لو خدت الفيو كامل فهيكمل لك الدايره دي كده الجزء ده مثلا على بعضه والجزء ده على بعضه فلحد ما تاخد الثلاثه فيوز فتلاقي الدايره كلها كملت معاك المفروض كده الدايره فاضيه كده لسه ثلاثه في كل فيو واخد كل سيجمنت ويبتدي يقيس اه هو يعني هو هيقيس لو انت عمل لو مثلا لو هو كمل فممكن يختار الجزء اللي فوق ده كله مثلا ان ده فيو ويبقى كده البدايه ده فيو تاني ده فيو تالت فيديك في جزء مشترك هيبقى جزء مشترك آه. بيجمعه هيبقى موجود مظبوط في حاجات هتبان يعني زي الاكس كده هتبان كذا فيو البول اي دي هتلمني لو انا تو سيجمنت بعاد قوي عن بعض فانا في السيجمنت بتشاف هنا حاجه وهنا بتقاسها غلط مثلا يبقى عايز يا ستاتين لما الاقي رقم غريب قوي بعيد قوي مش لازم اقيس تاني كده انا اللي غلطان هو هيجمع كله مع بعض الاوفر اول هيجمعه مع بعض ده لو كان السؤال هيجمعه مع بعض هو مش هياخد حته لوحدها ويسيبها هو عارف ان دي الايبكس هنا والايبكس هنا نفس اللي مش هيغير فيها حاجه تمام احنا كده نرجع تاني انت حضرتك هنبتدي من تاني بقى ولا ماشي اه مثلا ايبكس لونج اكسس نفترض هو كده ده بيديني